خلينا نروح لكريم سريعا ولقاء مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يلا بينا، اتفضل يا كريم. برحب بك من جديد زميلي امير، برحب بكل مشاهدينا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي اكيد النهارده بالنسبه لهم يوم مميز ويوم مختلف، لان يمكن مجلس اداره النادي الاهلي زي ما اكدنا وقلنا وعائله النادي الاهلي خلال المرحله الماضيه كل حاجه محسوبها وليها توقيت بس تطلع بالشكل الذي يليق باسم اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ينضم لي في هذه اللحظات سياده العميد طبعا محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الاهلي. يمكن بحييكم وبحيي مجلس الاداره برئاسه الكابتن بيبو على المجهود الكبير اللي بيبذل، الشكل العام اللي احنا شفناه والسعاده اللي على الاعضاء ومعالي المحافظ ومعالي الوزير حاجه رائعه، تبشر ان القادم افضل باذن الله. محمد طبعا اولا يعني انا بهني اعضاء النادي الاهلي على الانجاز اللي موجود دوت، وبقول لهم يعني ان شاء الله باذن الله احنا بقالنا سنه ونص شغالين، وزي ما البرنامج الانتخابي بتاع كابتن الخطيب يمكن فكره المكان اللي احنا شفناه النهارده او الصرح اللي احنا شفناه النهارده دوت فكرته من قبل الانتخابات باربع شهور او خمس شهور، كان كابتن بيتمشى في النادي فقال انا عايز يعني بقى في تكدس للاعضاء والاعضاء عايزين لازم يبقى في اكتر من متنفس ليهم وازاي نرتقي بالخدمات اللي بتقدم للاعضاء. فطبعا احنا شفنا المكان دوت بحيث ان احنا كان في منطقه ملاعب تنس مساحته 10,000 متر، فبحيث ان احنا النهارده يبقى في الجانب في النادي بصفه على طول على خط واحد يبقى منطقه ملاعب ومنطقه خدمات رياضيه على اعلى مستوى، والناحيه الجزء الاخر يبقى منطقه خدمات اجتماعيه لاعضاء النادي الاهلي. يبقى زي ما انت النادي الاهلي النهارده دايما سباق، النادي الاهلي النهارده بيخدم اعضائه زي ما هو نمره واحد في البطولات لازم برضه يبقى واحد على نمره واحد على المستوى الاجتماعي. يمكن الفكره طبعا زي ما انتم برضه شايفين ولو رجعنا لورا شويه هتلاقي اول حاجه اخترنا جهاز المشروعات القوات المسلحه للثقه في القوات المسلحه، ووقعنا معاهم البروتوكول مجموعه انشاءات ومجموعه مشروعات خدميه للساده اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وطبعا برضو عشان نقول يعني مدينه نصر، الجزيره، الشيخ زايد، يمكن انا بطمن اعضاء الشيخ زايد المرحله اللي جايه هتلاقونا موجود وفي يعني مجهود مكثف الفتره اللي جايه في الشيخ زايد ان شاء الله باذن الله عشان خاطر نخلص منطقه البنوك، منطقه المبنى الاجتماعي، صاله الجمباز، صاله الكاراتيه، مجمع ملاعب سكواش ان شاء الله باذن الله. خلي بالكم يعني ده بياخد مجهود وانا عارف ان الناس كلها عايزه النهارده وعايزين اقصى خدمات، احنا متابعين كويس قوي الحمد لله رب العالمين، على قد ما بنقدر بنحاول نلبي طلبات الاعضاء الجمعيه العموميه. اكيد في ناس الحمد لله رب العالمين راضيه، اكيد في ناس عايزه بتطمع في الاكثر وانا بطمنهم يعني احنا متابعين كويس جدا جدا. طبعا انا عايز اشكر يعني كل العاملين في النادي الاهلي، عايز اشكر طبعا المستشار الهندسي المهندس سامح علي كامل على المجهود الجبار اللي هو بيتابعه معانا واحنا ضاغطين عليه ضغط غير عادي، ويمكن الكابتن ضغط علينا كلنا اصلا ضغط غير عادي عشان خاطر الامور تبقى ماشيه بشكل مناسب. فالحمد لله رب العالمين النهارده دي اول حاجه الافتتاح النهارده في مدينه نصر بعد صاله الكاراتيه اللي اتفتحت في اهل الجزيره، وان شاء الله باذن الله انا بطمنهم اللي خلال ايام هنفتح منطقه الاكوا بارك اللي هتبقى مجمع ترفيهي للاعضاء، ثم بعد ذلك ان شاء الله باذن الله البوابه اللي هي الشكل العام اللي هيكون لفروع النادي الاهلي على كافه المستويات. اللي انا عايز اقوله بس من الاعضاء انا بلتمس منهم يعني صبرا، احنا بنتحرك في كل حاجه، حرك على المستوى الرياضي وده نمره واحد بالنسبه لنا، وفي نفس الوقت على المستوى الاجتماعي، فيعني تاكدوا ان احنا بنتحرك في اتجاهات، لو في سلبيات يعني حاولوا تعذرونا فيها. انت النهارده يمكن النهارده عندك اول نادي يبقى عنده مكان في مارينا الحمد لله رب العالمين، وبرده مع مراعاه يعني المنطقه اللي احنا موجودين فيها مع مراعاه الاصول او اللوائح المنظمه لمارينا هناك، عندنا مرسى مطروح شغال الحمد لله، اعضاء النادي الاهلي في مارينا، اعضاء النادي الاهلي في مرسى مطروح، عندنا ثلاث فروع شغالين على المستوى زي ما انتم شايفين. بس هرجع اقول تاني برضو احنا اهم حاجه بالنسبه لنا كره القدم والنشاط الرياضي، واحنا برضو في هذا الملف شغالين فيه بمنتهى القوه. احنا يمكن استغلنا الفتره اللي هي فيها كاس افريقيا وربنا يوفق منتخب مصر ان شاء الله علشان خاطر نستغلها في افتتاح المجموعات الخدميه، لان بعد كده برضو هنرجع تاني نهتم بقى عندنا الدوري وعندنا افريقيا اللي هي احنا ده الهدف الاساسي والتارجت الاساسي بتاع كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، ازاي نرجع تاني نحصل على بطوله افريقيا وكاس العالم ان شاء الله باذن الله. اتفق معايا محمد بان انكار الذات في اعضاء مجلس الاداره والعاملين في النادي الاهلي هو سر نجاح النادي الاهلي، بنشوف في العميد مرجان يمكن بيباشر بنفسه موجود قبل الافتتاح بثلاث اربع ساعات وبيباشر يا جماعه شيلوا دي الكلام ده انكار ذات كبير جدا من الجميع، ده سر من نجاح مجلس اداره النادي الاهلي. بص احنا اتربينا فيه كده يعني من واحنا صغيرين احنا اتربينا على كده يعني من المجالس السابقه، من يعني مش عايز اقول يمكن مجلس كابتن صالح سليم اتربينا كده، مجلس كابتن حسن حمدي، مجلس كابتن محمود الخطيب، مفيش حاجه اسمها واحد، النادي الاهلي فوق الجميع، يعني النادي الاهلي فوق ابنائه فوق جماهيره، النادي الاهلي نمره واحد
لغايه مليون، يمكن واحد من الناس هرجع اقول تاني لينا شرف اللي احنا موجودين في الوقت دوت، لينا شرف اللي يحصل يعني افتتاحات او خدمات للنادي. طبعا احنا مش هرجع يعني اجيال بتسلم بعض، في مجلس سابق بذلوا مجهود في مجموعه برضو من الانشاءات او مجموعه من التحديث البنيه التحتيه، احنا جينا كملنا عليهم، هم كانوا مستلمين قبليها بمجلس كابتن حسن برضو مستلمين يعني فرع مدينه نصر ده، لو انت رجعت هتلاقي مجلس كابتن حسن حمدي ومجلس كابتن صالح سليم ويعني اكبر مجمع حمام سباحه في المنطقه موجود، فهو انت هتلاقي دايما في توالي اجيال بتسلم بعضيها، وده ده النادي الاهلي. فالحمد لله رب العالمين احنا يعني بنحاول زي ما انت بتقول كده، بنتحرك، بنقبل النقد، بنسمع كويس قوي قوي قوي، ممكن ما بنردش لان يعني ما ينفعش انا هنخش في حوار رد، لا بالعكس انت هتلاقيني انا برد بالشغل، هرد بالمتابعه، هرد، هرجع اقول تاني يعني ما فيش حد يعني ما حدش بيتفق، ما فيش كمال لله سبحانه وتعالى وحده، فلازم اكيد احنا يكون عندنا سلبيات، ولكن بنحاول دايما اجاباتنا تبقى اكتر من سلبيات. كابتن محمود الخطيب زي ما انتوا يعني كلكم عارفين الهدوء الاخلاق، ولكن صعب جدا في العمل معاه جدا جدا لانه بيبقى دقيق جدا جدا جدا، تفاصيل التفاصيل. ويمكن الميزه اللي فيه انت ما بتيجي تعرض الموضوع بيقول لك اتحرك اشتغل، لكن وانت بتشتغل في متابعه دقيقه جدا، اهم حاجه بالنسبه له راحه اللعيب، اهم حاجه بالنسبه له راحه العضو الموجود، اهم حاجه بالنسبه له انت النهارده بتتابع امورك اليوميه ازاي على مستوى الثلاث فروع بصفه مستمره الحمد لله. على مستوى الثلاث فروع اي دعم محتاجينه او اي دعم عايزينه زي ما انت شايف الحمد لله رب العالمين بنتحرك على طول. يعني يمكن احنا ماشيين النهارده فوجئت في حاجه في ملعب العاب القوه لازم تخلص دلوقتي، فاحنا طبعا اكيد هنخلصها ان شاء الله. يعني انت بتتحرك لان انت بتقول انت بتخدم بيتك، انا ما بعملش النهارده كابتن محمود الخطيب ما بيعملش النهارده لمحمود الخطيب، النهارده كابتن محمود الخطيب بيعمل لاولاده، بيعمل لاحفاده، وبيعمل احنا تربينا في النادي ده وده واجب النادي علينا. فان شاء الله باذن الله احنا مستمرين طول ما فينا في نفس، وربنا يكرم ان شاء الله. ربنا يخليك. وطبعا انا برضو عايز اقول حاجه، يعني بننعي شهدائنا وشهداء الوطن اللي هو لولا هم ما كناش احنا وقفنا هنا، يمكن دول زمايلي اخواتي، انا راجل كنت ضابط شرطه كان شغلتي هي دي، وكنت بتشرف اللي انا بشتغل ضابط شرطه وبشتغل في مجال مكافحه الارهاب، هم سبقونا في الجنه. احنا بنبذل مجهود عشان دمهم ما يروحش، احنا بنبذل مجهود النهارده بنربي اولادنا ازاي يحبوا بلدهم، بنربي اولادنا ازاي يحبوا ناديهم اللي هو بس الاساس مصر، اللي مش خير في بلد زي ما قلت مش خير في اي حاجه ثانيه خالص. فازاي تحب بلدك في ناس بتموت عشان خاطر بلدنا. النهارده احنا يمكن صممنا ان احنا نعمل افتتاح لان ما فيش حد، هو ده التحدي للارهاب، هو ده التحدي، وهو ده رد الجميل للدم اللي بيروح. وانا متاكد ان زمايلنا مش هيسيبوا حقهم، والحمد لله رب العالمين. هرجع اقول تاني رحم الله شهداء بلدنا وشهداء الوطن، وهرجع اقول تاني افتكروا دايما لولا هم ما كناش احنا هنبقى واقفين كده زي ما احنا واقفين. شكرا، ربنا يخليك. شكرا، الله يخليك. كل التحيه والتقدير طبعا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي على المجهود زي ما بنقول الامير خلال المرحله الماضيه والمرحله القادمه، في شغل كبير جدا في الثلاث فروع زي ما بنقول مدينه نصر، الجزيره، الشيخ زايد، لكن هي مراحل وهي توقيتات، لان الشكل اللي احنا شفناه النهارده حاجه رائعه وحاجه اعضاء النادي الاهلي مدينه نصر كانت سعاده احنا شايفينها بعينينا، واكيد هتتعرض لقطات كثيره جدا من خلالك ومن خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي على السعاده الكبيره اللي طالت جميع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وبيطالبوا بالمزيد، وده يمكن مطلوب ان شاء الله خلال المرحلة القادمة ان كل الامور ان شاء الله تكون على اكمل وجه في النادي الاهلي. عودة ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، لقاء مهم جدا جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.